البخيت يعلن: السعودية حاولت استرضاء روسيا خوفا من تسليمها أسلحة كاسرة للتوازن إلى صنعاء. تفاصيل قتيلة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد البخيتي أن رفض تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي لمطالب الشعب اليمني سيؤدي إلى استئناف الضربات العابرة للحدود، وأن صنعاء تنظر للتحركات الإماراتية كخطوات عدوانية صهيونية. وقال البخيتي في حديث لقناة الميادين إن حالة الحرب مع تحالف العدوان لا زالت قائمة، في إشارة إلى أن الهدنة لم تحقق أي تقدم حقيقي في مسار السلام الفعلي، وهو ما كان قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قد أكده بوضوح في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى السنوية للشهيد. وأضاف البخيتي أنه إذا وصلت دول العدوان رفض مطالب الشعب اليمني المتمثلة بصرف المرتبات ورفع الحصار وإنهاء العدوان والاحتلال، فإن القوات المسلحة ستستأنف استهداف العمقين السعودي والإماراتي. وكان قائد الثورة حذر في خطابه الأخير من أن تعنت تحالف العدوان وعودته للتصعيد على المستوى العسكري أو الاقتصادي سيؤدي إلى ردود أشد وأوسع تأثيرا من عمليات المراحل الماضية. ووجهت صنعاء خلال الفترة الماضية العديد من رسائل التحذير والوعيد لقوى العدوان ورعاتها بشأن عواقب رفض مطالب الشعب اليمني والعودة إلى التصعيد. ومن ضمن تلك الرسائل التأكيد على الجهوزية لخوض مواجهة بحرية ستكون هي الأشد منذ بدء العدوان. وأشار عضو المكتب السياسي لأنصار الله البخيتي إلى أن صنعاء تنظر لأي تحرك يقوم به الاحتلال الإماراتي على أنه تحرك إسرائيلي، مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني دخل على الخط لأن أبوظبي لم تنسحب من اليمن. وعلق البخيتي على الاتفاق الأمني والعسكري الأخير بين الاحتلال الإماراتي وحكومة المرتزقة، مؤكدا أن صنعاء لن تقف مكتوفة اليدين أمام أي تصعيد ينجم عن هذا الاتفاق. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.